بنتاغون يجهز البيشمركة بمدافع هاوتزر بمباركة الحكومة العراقية. أسألك شنو قصة هاي المدافع؟ منو تعاقد عليها؟ شلون تسلمت للإقليم؟ وشنو هاي الضجة اللي حصلت في مواقع التواصل الاجتماعي ومن بعض الأطراف السياسية المهمة؟ يعني محمد، أنا أعجب على هاي الضجة اللي أثيرت حول هذه المدافع. أولاً البيشمركة هي جزء من منظومة الدفاع الوطني. ثانياً البيشمركة هي ليست بدعاً عن الأجهزة والقوات الأمنية العراقية، وهي ليست خارج عن طاعة حكومة المركز وحكومة الحكومة الاتحادية، بدليل أنها في عمليات تحرير العراق الأراضي العراقية من دنس داعش أبان 2017 وما تلاها، كانت البيشمركة تمسك قواطع خطرة جدا وقد اطلعت بدور كبير. ثالثا، هذه الصفقة هي لم تتم من البنتاغون إلى البيشمركة، هي بين الحكومة الاتحادية وبين الولايات المتحدة. الحكومة الاتحادية وقعت هذا العقد في زمن وزير الدفاع الأسبق عرفان الحيالي، وقام بتعديله وزير الدفاع السابق أو الأسبق جمعنات، والحكومة المنقضية هي من قامت برصد الأموال ودفع الأموال ويعني إنهاء التعاقد بهذا الشكل. والأسلحة وصلت منذ أكثر من عام ونصف إلى البلاد، لم نسمع أي اعتراض وأي ضجة قد أثيرت. لماذا تثار هذه الضجة؟ يعني البيشمركة راح يستخدمون هاي المدافع ضد القوات المركز والاتحاد؟ هذا كلام ليس دقيق. حتى اللي يريد يسوقه ويريد يوجهه فيش تسويق، هم أعتقد تسويقه غير منطقي وغير معقول. أما من يتبنى هذه وجهات النظر، أعتقد أنه لا يملك نضجا أمنيا. جيد، هذه المدافع صار لها فترة طويلة موجودة لم تسلم إلى البيشمركة. من المسؤول عن تسليمها إلى البيشمركة أولا حتى نناقش بقية؟ وزارة الدفاع قطعا، وزارة الدفاع المركزية، المركز هي المسؤولة عن ذلك. ويعني وزارة الدفاع هي من تقدر حجم الأسلحة وقوة الأسلحة ولمن تسلمها، وقطعا وزارة الدفاع تملك رؤية ناضجة. جيد. وتملك رؤية تقديرية أفضل مني ومنك ومن أي شخص، لأن هي جهة التخصص يا محمد، هي التي تقدر، تمنح هذا السلاح للشرطة الاتحادية، تمنح هذا السلاح إلى مكافحة الإرهاب، تمنح هذا السلاح إلى وزارة قيادات العمليات المنتشرة في المحافظات الشمالية والغربية من البلاد. والمعترضين اعترضوا على هذا السبب، يقول لك يعني هل من الممكن أن نستلم وزارة الداخلية اليوم دبابة؟ هذا السلاح المدافع الهجومية فقط للجيش العراقي. أخو احنا هم عندنا طائرات F-16، أخو الإقليم ما عنده طائرات، عندنا صواريخ هير فاير، أخو الإقليم ما عنده صواريخ هير فاير. عندك لجيشك، للجيش العراقي. ما هي البيشمركة منو؟ البيشمركة جزء قوات محلية. البيشمركة جزء من منظومة الدفاع الوطني، هي حالة حال الوحدات العسكرية في المركز.